القديم. فين الجديد وفين القديم؟ دي القديمة دي؟ دي القديمة؟ دي القديمة دي؟ مش عايز؟ هو ده اللي أنا أوبن بيج. هيجي الدكتور مجدي مش هيجي؟ عارف على فكره هيعمل ايه؟ يلا يا جماعه في ايه؟ في ايه؟ يلا يا فندم ايه؟ معلش لا يجيب كرسي دكتور مجدي دكتورة منال يا جماعة مش هتفرق والله أولا هو في ميكروفون في دول ولا كل دي مايكات بس لا هو ده ميكروفون بتاع القاعة مش بتاع القاعة يعني إيه سي بي سي يجي خلاص يا جماعة بسم الله الرحمن الرحيم طبعا ممكن لو سمحت قبل ما نبتدي نتكلم نتفق ان احنا نبقى هادين يعني او بلاش اصوات يعني ما نتكلمش مع بعض عشان نسمع بعض كلنا اذا كنا عايزين ننقل معلومه. اولا هو النهارده بدايه تدشين الصفحه الخاصه بتسجيل المرضى اللي بيعانوا من التهاب الكبد الوبائي. طبعا بتسالوا ليه احنا لجأنا للتسجيل الالكتروني؟ لان التسجيل الالكتروني في كل مكان في العالم في كل منظومه حتى في منظومه الانتخابات او الاستفتاء دلوقتي بقى التسجيل الالكتروني ده هو القاعده المتبعه. رقم واحد اولا تسهيلا على الناس ان ممكن الواحد وقعد في بيته او في اي مكان فيه انترنت سواء في سايبر او خلافه يستطيع ان هو يسجل، وقد يكون هناك في كبار في السن ما ابنائهم، ما فيش حد فينا اصبح دلوقتي ما يستطيعش ان هو يسجل على الدخول على الانترنت او الدخول على الموقع. طبعا اللي مش هيعرف او هيجد مشكله في الوصول او التسجيل عندنا حلول اخرى ليه، لكن ده الطريقه الاساسيه للتسجيل. الاهم من ده كله ان الحصول على العلاج او تحديد مواعيد الكشف ليس له علاقه أو صرف العلاج ليس له علاقة بأولوية الدخول على الموقع، لأن أولوية العلاج طبقا للحالة المرضية، يعني اللي حالته المرضية تستدعي طبقا للتقارير أو طبقا للتحاليل أو الفحوصات كما هو متوافق عليه في بواسطة استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد وبعد الاجتماعات المطولة اللي حصلت على مدار أسابيع طويلة وصلنا لطريقة أو إلى وضع أولويات لتحديد أولويات العلاج هي دي اللي ليها الأولوية. الحاجة التانية برضو إحنا قلنا التسجيل في الأعمار من عمر 18 ل 70. ليه تاني بكرر من 18 ل 70؟ لأن تحت 18 لم يتم إجازة هذا العقار يعني 18 سنة وسن 18 سن اكتمال هذا العقار وليه فوق السبعين؟ لأن لم يتأكد درجة أمان العقار فوق سن السبعين، إنما مفيش أي تحديد لفئة عمرية. لو أثبتت الاختبارات الإكلينيكية أو المعملية أو الدراسات الإكلينيكية أن الدواء مفيد لمن هم أكبر من هذه الفئة العمرية سيتم إجازة هذا العقار، وفي طريقه أيضا إن شاء الله عشان مفيش
فئة محرومة أو هناك أي تمييز في الفئات العمرية. طبعا هيبقى فيه خط ساخن إن شاء الله اعتبارا من يوم الأحد صباحا. خط الساخن ده بالتنسيق مع وزارة الاتصالات هو 19153 للإجابة عن استفسارات المرضى، وأيضا للإجابة عن الاستفسارات. الأساس عندنا هو الموقع، والموقع اللي هو معروض أمامكم على الشاشة وفي المطبوعات بتاعتنا، ده أول حاجة. وأوريدي الموقع ده اشتغل وتم تفعيله من اليوم صباحا، وعدد اللي دخلوا دلوقتي وصل تقريبا 32,000 يعني حالة دخول على الموقع، وكان الدخول ومن خارج مصر، يعني مصريين عاملين في بلاد خارج مصر دخلوا على الموقع النهاردة. وعندي حصر بالبلاد اللي هم منها، يعني إذا كان لغاية الساعة 1:30 ظهرا 32,400، 6% منهم من خارج مصر، من بلاد كتيرة، من أستراليا والسودان والسعودية والكويت والولايات المتحدة، الإمارات، إيطاليا، هولندا، قطر، إنجلترا، ألمانيا، عمان، تركيا، أنجولا، كندا، سلوفينيا والهند. الهند دي بالنسبة لي ليها مدلول كبير جدا. ما هو هذا المدلول؟ أن هناك عدد من المصريين عايشين في الهند دخلوا على الموقع بتاعنا النهاردة. المدلول بتاع هذا أن الدواء غير متوفر في الهند حتى يومنا هذا، عشان كان طلع كلام ان الهند اخذت الدواء بسعر ارخص من جمهورية مصر العربية. هذا غير حقيقي. الدواء سيكون متوفر في الهند، ولكن بعد فترة زمنية قد تصل الى عدة شهور او سنة من الان، وهيكون دواء مثيل، مش الدواء الاصلي، هيكون الدواء مثيل لمتوفر في الهند عن طريق احد الشركات الهندية، لان احنا درسنا السوق العالمي بالكامل قبل ان نعلن ونشرع في هذا الموضوع. دي اول حاجة. طبعا مواعيد الحجز المتقدمين هتبتدي من يوم 22 سبتمبر، الدخول من اليوم، والخط الساخن يوم الاحد هيبقى متفعل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات. وحتى او له تساؤل عن طريقة الدخول او خلافه يستطيع ان يدخل على الارقام الطوارئ للوزارة، يعني رقم 105، وهيرد عليه متدربين يقدروا ان هم يقدموا نصائح في طريقة الدخول على الموقع وطريقة التسجيل ايضا. وهناك ايضا رابط مع رقم 137 الشهير اللي هو طوارئ الوزارة اللي بيدي خدمات للعناية المركزة والاطفال، هناك رابط على رقم 137 ايضا للرد على استفسارات مرضى الكبد فيما يتعلق بالدواء الجديد لالتهاب الكبدي الفيروس. زي ما قلنا الدخول من 18 لسن 70 سنة، ومفيش أولوية لمرحلة عمرية معينة، وإلى أن تتم إجازة العقار في مراحل عمرية أخرى سيتم إجازته أيضا للمرضى في مصر. مكان وحدة العلاج بيتم تحديده طبقا للعنوان الموجود في الرقم القومي، وده الصفحة اللي بتطلع قدام اللي بيدخل على الموقع، وهيديله في النهاية أو تاني في اليوم التاني لما بيدخل على الموقع بيكون في ورقة مطبوعة، الورقة دي بيكون فيها مكان الكشف، اعلام التي نموذج، يعني واحد حد بيحجز، حد بيحجز دلوقتي نضغط هنا يلا للحجز، ايوه هيطلع له البيان ده، بيطلع له بقى الرقم القومي، يحط الرقم القومي. نعمل تجربة دلوقتي، اتفضل حط رقم قومي يا أنا. بعد الرقم القومي هنحط الاسم زي ما هو مدون في بطاقة الرقم القومي. تمام. وبعدين بنحط بعد كده اسم الام ومحافظة الإقامة المدونة في بطاقة الرقم القومي. نختار المحافظة، رقم التليفون المحمول، وبعدين آخر مربع فيه كود قدامك، بتحط الكود الموجود في المربع أمامك في المربع اللي هو الرقم الموجود كده، بنسجل البيانات. تم التسجيل، هيتم إن إيه المريض مش هيقدر يسجل مرتين.
ده ببساطة شديدة تفعيل أو طريقة الدخول على الموقع وطريقة التعامل في المراكز. قد نجد يعني شيء في التطبيق شيء من الصعوبات أو الناس هتلاقي شيء من الصعوبات، إنما إحنا يعني محضرين نفسنا للتغلب على هذه الصعوبات. اللي أنا عايز أقول لحضراتكم عليه إن إحنا الدواء الحمد لله بالفعل وصل، وحاليا في مرحلة التحليل في هيئة الرقابة والبحوث الدوائية لكي يتم إجازة هذا العقار بتحاليل أكثر من دقيقة. هناك اهتمام بالغ بهذا العقار، وأنا كمسؤول أو كوزير مش هستعجلهم دقيقة واحدة زيادة، على العكس هيعملوا التحليلات والاختبارات بحيادية تامة حتى نأخد منهم النتيجة بإذن الله تعالى في الوقت المناسب. وأتوقع إن شاء الله أن خلال شهر أكتوبر يبتدي التنفيذ أو يبتدي صرف العلاج للمرضى إن شاء الله ونتتابع. إحنا لن نرضى بأعداد بسيطة من المرضى، بالعكس هناك خطة واضحة سأعلن عنها في التوقيت المناسب. هذه الخطة معناها أن الدواء سيكون متاحا لعدد أكبر من المرضى. كل من يعاني من هذا الالتهاب الفيروسي احنا بنعده كحكومة وكلجنة قومية ان احنا دائما في صفه، ودائما سنبذل قصارى جهدنا ان احنا نوفر هذا الدواء للمريض اللي بيحتاجه، وهنوفر هذا الدواء على نفقة الدولة او بالأسعار الميسرة بعد كده ان شاء الله، سواء في الصيدلات الخاصة او خلافه. عشان كثر الحديث في الفترة الماضية عن توفير هذا العقار في الصيدلات الخاصة، نحن لا نتعجل وجوده في الصيدلات الخاصة لأنه سعره مرتفع، ولكن إذا تمكننا سنجيزه ولكن بسعر مناسب مختلف عن السعر المرتفع اللي هو تم الإعلان عنه سابقا. هذا هو إجازة الدواء من خلال المنافذ الحكومية التابعة لوزارة الصحة واللجنة القومية للفيروسات الكبدية وأيضا مرضى التأمين الصحي، يعني بمعنى أن هذا العلاج متاح في المقام الأول للحالة المرضية ومرضى نفقة الدولة والتأمين الصحي، ومن يريد العلاج على نفقته الخاصة أيضا سيوضع في نفس البريوريتي أو في نفس الأولويات مع المرضى كلنا سواسية. الأساس في النظام الصحي الحالي يتطابق مع النظم الصحية العالمية التي تعتمد أساسا على الشفافية وعلى المساواة والعدالة. لا يوجد هناك فرق في المرض ما بين قادر وغير قادر، العلاج متاح للقادر وغير القادر طبقا لحالته المرضية. هذا هو القرار ولا يوجد أي تراجع عن هذا القرار، وسنستطيع بإذن الله وبتوفيق الله وبدعمكم أن نوفر هذا العقار بإذن الله لعدد أكبر بكثير للمرضى الذين يعانوا من هذا الداء العين. وأيضا لكي يكون هناك الخطة أو مراحل تنفيذ الخطة لعلاج المرضى في فترة زمنية من 5 إلى 8 سنوات كما ذكرنا من قبل. وفي نفس الوقت الذي نعلن فيه إن شاء الله الشهر القادم عن بدء العلاج، سيتم الإعلان عن جامعية، وأيضا المرضى وجموع المواطنين لابد أن يشاركونا في هذه الحملة القومية للوقاية. فالخلاص من هذا المرض لا يتمثل في العلاج أو توفير العلاج أو الدواء فقط، ولكن أساسا هو طرق الوقاية ومكافحة العدوى واتباع الوسائل الصحية السليمة بإذن الله. أنا تقريبا أنهيت دلوقتي، وتحت أمركم أنا والزملاء نرد على استفساراتكم. تفضل. حاضر. اللي عايز اقوله لحضرتك ثمن الدواء احنا بنتكلم على مراكز تابعة للجنة القومية للفيروسات الكبدية على نفقة الدولة او على نفقة التأمين الصحي، ولكن في جزء من المرضى هيتعالج على نفقته. سعر الدواء الجديد 2200 جنيه، ده سعر الدواء في الشهر اللي هو المريض اللي هيتعالج على نفقته الخاص، ولكن مريض نفقة الدولة ومريض التأمين الصحي لا يتحمل اي اللجان القومية للفيروسات الكبدية. اللي برا مصر تكونوا موجودين في مصر وقت العلاج. بالنسبه للمحافظات المختلفه انا في رايي ان احنا لازم العلاج بس ياخدوه في القاهره في مصر، لازم يلتزم
يعني السؤال الرد على السؤال، المصري اللي عايش في خارج مصر من حقه انه يتعالج طبعا، بس شرط العلاج اولا ان في محاذير لاستخدام الدواء، بمعنى علبة الدواء دي تعلمون جيدا انها غالية ومرتفعة السعر لو تم بيعها في مكان خارج مصر، فالمريض لازم يكون في محاذير، لابد ان هو هياخد العلاج وهو متواجد في مصر، وهيكون امام الطبيب القرص الاول، وبعد انتهاء العلبة الاولى لابد طوال فترة العلاج. طوال فترة العلاج. المرحلة الأولى تكون علاج نسبة معينة من المرضى. اتفضل يا دكتور. الموقع يعمل على مدار 24 ساعة. بالنسبة للفحوصات والأشعة في تجربة العلاج. على نفق الدولة. على نفق الدولة نفس الفحوصات برضه. يتقدم المريض على نفق الدولة تعمل ده رقم اسمعني بس هذا الرقم رقم قديم للوحدة الفيروسات الكبدية، وكنا هنشغل بس هو رقم أرضي فمش هيخدم كل المرضى، فاستبدلناه مؤقتا برقم 105 اليوم عشان يتلقى اتصالات من الأرضي ومن المحمول، ومن يوم الأحد صباحا هيكون خط الساخن هو 19103 واضح للاستعلام وليس التسجيل، بكرر تاني للاستعلام وليس التسجيل، التسجيل لا يكون عن طريق التليفون للاستعلام والرد على الاستفسارات، تمام؟ ما نعملش لخبطه بقى بعد اذنك يا دكتور. كان في قرى او في اماكن فيها ناس فقيره تمام ما فيش تعامل مع النت، في حلول بديله للنت. اللي انا عايز اقوله لحضرتك حتى في الاماكن اللي هي في القرى او في النجوع ولا يستطيع التعامل مع النت، غالبا في حد من اهله او من اقاربه يستطيع الدخول له على النت في اي سايبر كافيه او، ودي متواجده في كل القرى والنجوم، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه هو مش عارف يتصل بنمر بيقول لحضرتك عليها واحنا نقول له هيعمل ايه، عشان التسجيل عن طريق التليفون هنجد صعوبه كبيره جدا للتعامل مع هذه الالاف من المرضى. انما برضو يا استاذ هيتاح لي بعد كده ممكن لو لقى مشكله عن طريق المراكز اللي تابع ليها ممكن يجي المركز ونساعده، تمام؟ بس ده مش الاساس. كل مراكز فيها فحص، كل المحافظات فيها مراكز فحص، 26 مركز على مستوى الجمهوريه ومعلنين، وهيطلع له على في الرد بتاعه هو الكشف بتاعه في انهي مركز. وعلى فكره اللي عايز اقول لكم عليه ان يعني اكتر من 80% من مرضى الكبد عارفين المراكز بتاعتهم، لانه في جزء كبير منهم كان بياخد علاج قبل كده وكان بيتردد، وفي جزء منهم تردد ولم يصلح له العلاج السابق فعنده امل في العلاج الجديد. على طول تسجيل على طول، يعني البوابه مفتوحه، البوابه مفتوحه. حالة لو عندي يعني بعد 24 ساعة ما يجيلوش الرد وسجل بعد 24 ساعة ما حدش. طب يعني هنسبق الحدث ان شاء الله يجيله الرد مفيش مشكلة، يعني ممكن يجيله بعد 25 ساعة. وفي الانتخابات ما بيجيلكش رد عشان يجيله الرد هو هيدخل على السايت. هنا أسئلة شائعة خليها على الويب سايت. في على الموقع الالكتروني برضو ممكن حضرتك تخش وتسأل الأسئلة، يعني تراجع الأسئلة دي عشان يجي في المؤتمر الصحفي الجاي تبقى تسألني وأنا أرد عليك. أنا مش هتعرف الأسئلة دي، الأسئلة ديت موجودة. هو بيبقى في دفعات لهذا الدواء، يعني مثلا بيبقى في دفعة معينة مثلا لمدة شهر مثلا هذا العدد من اللي هيكتبوا أساميهم ويسجلوا أساميهم على الموقع، بعد كده يعملوا دفعة ثانية. اللي عايز أقوله لحضرتك، عايز أقول لحضرتك هذه المرحلة مستمرة، بمعنى إن شاء الله مستمرة ولن تتوقف. معالي الوزير برد عليه. فهذه المستمرة ولن تتوقف بهذا العقار الموجود. العبرة بتسجيل المرضى، تسجيل المريض كي احنا نعرف على الطبيعة محتاجين نعالج مرضى قد ايه، ده رقم واحد. انما فترة العلاج ممتدة سواء بهذا العقار او عقاقير اخرى جديدة قد تظهر على السطح او تظهر على الساحة بعد اجازتها، وقد تكون اكثر فعالية من العقار الحالي، وهذا ممكن ان يحدث في غضون شهور بسيطة برضو.
احنا مش يعني حضرتك احنا بنبص للمستقبل وشايفين قدامنا الفيلد والعلم بيقول ايه، فاحنا بنسعى ان يكون هناك كميات اكبر من هذا العقار، وكل ما يستجد على السطح او في دنيا العلم في اي مكان في العالم من عقاقير قد تكون اكثر فعالية سنسعى جاهدين على توفيرها في اقصر فترة زمنية. فالمريض اللي بيسجل دلوقتي هو بيقول لنا احنا بدينا داتا بدينا معلومة احنا محتاجين نعالج مرض قد ايه، واكوردنج يعني طبقا للعدد اللي هيتجمع احنا هنقدر نبني سياستنا احنا محتاجين اعداد كميات دواء قد ايه. اتفضل. المتعاقد عليها حوالي 250,000 جرعة تكفي ما بين لا 225,000 بس 225 يعني المتراوح هي تعالج ما بين 50,000 إلى 60,000. لو افترض ان اللي تم سجله ومن طبقا لشروط الدليل الارشادي اكتر من العدد ده، ما هو طبعا بص هقول لحضرتك على حاجه، طبعا اللي هيسجل غالبا هيكون اكبر من العدد ده. تمام. ازاي الاحداث بتحصل؟ طب اقعد عشان ترتاح وتفهم اللي هقوله لك كويس. اولا احنا غالبا العدد اللي هيقدم بقى كتير، مفيش مشكله. العدد اللي هيقدم ده حاجه بتعمل له فرز طبقا لايه؟ طبقا لاشتراطات مرضيه موجوده محطوطه من قبل اللجنه. يعني الاولويه زي ما قلنا للحالات الاكثر تقدما. تمام؟ وكل ما هيبقى عندك دواء اكثر او يعني امكانيه اكثر يكون فيه كميات اكبر من الدواء هتعالج اعداد اكبر من المرضى، وده بعدكم هيتوفر ان شاء الله في غضون وقت قد ايه ما اقدرش ادي فتره زمنيه دلوقتي. عندي اختيارات كثيره جدا، ويعني ما لا تتصوروا ان انا في الثلاث شهور الاخيره يمكن اكثر وقتي مدي لهذا الموضوع باذن الله، لانها يعني مهمه واحنا لدينا في هذه المهمه من اجل المريض. اللي عايز اقوله كل هذه التساؤلات انا مش عايز اعمل او نعمل حالة من ان المريض اللي ما خدش الدواء النهاردة مش هيخف، بالعكس مصر اول دولة دلوقتي في المنطقة وقبل الهند بكرر تاني يبقى متوفر فيها الدواء، لانه اشيع ان الدواء متواجد في بلاد تانية. هو متواجد في بعض البلاد فعلا من فترة زمنية بسيطة، لكن باسعار شكلها ايه بالسعر ده هو مش موجود في اي بلد في العالم. وانا بقول تاني بتحدى ان يكون هذا الدواء موجود بهذا السعر في اي بلد في العالم اليوم اللحظه انا بكلمكم فيها. موجود في بلاد تانية ولكن بالاسعار العاليه اللي هي لا تتحملها الميزانيه المصريه او ميزانيه اي مريض في مصر. احنا موجود عندنا 1% من السعر العالمي، وباذن الله تعالى سنسعى ان نوجد كميات اكثر ووسائل وبدائل اخرى باذن الله لادويه قد تكون زي ما قلت اكثر فعاليه. الحاجة الثانية اللي عايز بيلفت نظر الدكتور إمام واكد ليها إن الاتفاق مع الشركة الموردة مستمر. يعني في حاجة بنقول عليها بلغة العلم استمرارية. استمرارية تدفق الدفعات. فيما يخص الاتفاق مع الوزير كنت عايز أسأل بس اللجنة إن في معلومات بتتردد إن شركة جيات فرضت على مصر توريد الادويه لمصر عن طريق شركه خاصه، ده لاول مره. بص انا اللي هرد بعد اذنكم مش اللجنه، معلش عشان ده كلام غلط خالص. ما احنا عايزين نعرف حقيقته بس. اولا ما تديش ودنك لهذا الكلام او ما تقابلنيش خالص. مفيش حد بيفرض على مصر حاجه اطلاقا سواء انا موجود او غير اللي موجود، ده لم ولن يحدث. واضح كلامي؟ كل هذا اشاعات الغرض منها النيل من استقرار المريض النفسي والنيل من مجهود ناس شرفاء عملوه الفتره الماضيه. يعني ايه تفرض؟ باي حق تفرض؟ فهذا كلام غير مقبول بالمره، مفيش حد بيفرض علينا حاجه، بالعكس احنا اللي بنقول شروطنا ايه. ولو حضرتك شفت العقد انا راجعته بنفسي حرف حرف مش كلمه حق، العقد فيه نسخة باللغة العربية ونسخة باللغة الإنجليزية. أنا رجعت هذا الكلام بنفسي، محامين قانونيين أو مسؤولين مستشارين قانونيين على مستوى عالي رجعوه كلمة كلمة. وعايز أقول لحضرتك أي خلاف في العقد الاحتكام فيه للقوانين المصرية خلافا لأي عقد بيتم، أنا المسؤول عن هذا. فلا يوجد أي حد بيفرض علينا حاجة، وده كلام مش موجود ومش ممكن يحصل ابدا. انا عشان كده بس لو انت عرفتي كويس دلوقتي تبقى عارف ان انا مش ممكن اقبل بكده. تمام. اتفضل. اول سؤال
ده ميعاد مبدئي، ده ميعاد مبدئي، لا ده ميعاد مبدئي، انما هي مفتوحه على طول يعني، ما فيش اي الميعاد ده ميعاد مبدئي مش عشان بس بعد كده في الزحمه هتبقى خلصت وممكن المريض يروح لوحده ويمشي. يعني من الجائز جدا ان البوابه الالكترونيه ما نحتاجش ليها بعد كده، يعني ممكن الزحام يكون اقل شويه في هذه الفتره زمان المريض يروح بنفسه على الاماكن اللي هو ممكن يسجل نفسه فيها مباشره. طبعا طبعا، يعني اللجان الاماكن اللي موجوده في المحافظات هي اساسا اماكن موجوده بقى لها سنوات طويله وبتحفظ العقار الحالي اللي بيتوزع على المرضى اللي هو عقار الانترفيرون، فهي اوريدي عندها اماكن لحفظ الادويه. ها خلصنا ولا لسه؟ لا كده ما ينفعش، لا انت اخدت حقك ما تقولش تاني، خلاص واحد غيره. طب انا هرد على سؤال حضرتك، اولا احنا يعني زي ما بقول بندعو، والدعوه مفتوحه لكل الشركاء الداعمين في علاج المريض المصري، لكن تقدم حد ما تقدمش حد، احنا بنقوم بالمسؤوليات اللي احنا منوط بينا ان احنا نقوم بيها، وفي نفس الوقت ما زال الباب مفتوحا لمشاركه المجتمع المدني ايضا. ان شاء الله تستوعب باذن الله تعالى، نحن مصرين وداعمين لمرضى الكبد ونتحمل مسؤوليه اتجاه علاج مرضى الكبد. طب ما يسالوا الناس بقى، ما سالتوش الاساتذه في العلاج والحاله المرضيه؟ طمن المرضى التكالب او الزحمه او الدخول، يعني اقول على احنا السايت بتاعنا ده بيسمح بدخول 5000 واحد في نفس الوقت. نعم شويه على حاجه.